على التحدي التاني اللي معانا النهارده، وانا بموت في اللعبه دي. طبعا اللعبه دي حضراتكم كلكم هتشاركوا فيها. هنشوف بقى مين من انهي اسره اللي هيوقع البرج ده. انتوا عارفين اللعبه؟ اه صح؟ طبعا. هنبتدي بقى بالابهات مبدئيا. بس عايزه اقول لكم على حاجه، حبيبي. الارض دي مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها وهي في البالانس بتاعها، لما تبتدي تصعب واحنا رايحين واحنا راجعين، ده عشان انا طيبه بقول لكم. بس كده مش هتلف خالص في السر. يلا يا بابا، بيبي ستيبس. يلا بابا الاول، بابا الاول، خليك انت بقى كده ايه، راقبه. اه هو الاول. يلا واحد واحد، احنا مش ناقصين واحد واحد. تعالى كده ماشي. يلا الله على التأني يا بابا. برافو مصطفى، برافو مصطفى. ارجع مكانك يا مصطفى. تعالى يا عمرو. مهندس بقى، مهندس طيران بقى. ايه يا باش مهندس، جه دمر القاعدة. برافو. يلا يا ماما. ايه يا بابا عجبتك؟ ماشي تعالي كده، تعالي بصي دوري. ما هو هنا ماما اللي بابا عملها بقى في الكم التاني. لا 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 ما تتفرغش، توعيني ماما. يا قفشه ما انت ايه يا ماما؟ ايد واحده، ايد واحده قفشه فيها ليه؟ خلاص هي قفشه، ما انتش لازم تطلعيها. اه يعني نسمع كلام الزوج الصالح في الوقت ده. يا ماما يلا يا ماما، ما توتروش ماما. ايوه ما توتروش ماما. انت عندك بنات غير اولاد غيرهم؟ اه ماما قاعده مع اولاد بس في البيت، ودي حاجه صعبه فبالراحه عليها. اوه شيخ. اه لا لا ماما. ايه يا ماما ده؟ ايه يا ماما انا لسه معاكي. انت ليه مش عايزه ايد واحده؟ الله الله الله، شكلنا هنخلص بدري ولا ايه يا جماعه؟ عملت انت حركه يا باشمهندس قتلت الموضوع. لا لا جنبها. برافو ماما، خلي بالك وانت راجعه، دي نصيحه وانت بتحطيها، دي نصيحه ثانيه. برافو ماما. يلا تعالي. انت مالك ولا يوسف؟ لا لا يلا يوسف. مش الام الاطفال ولا لا اوكي. ايه ده اسمها ايه؟ جايالك والله اللي جاي على طول. ماشي ركز يا يوسف. بس انا ممكن عمرو، ممكن يساعده بابا يقول له منين؟ عمرو يوسف بص. لا 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 ما حدش يساعده، ما حدش يوسف قادر. تعالى كده يوسف، تعالى كده. انت سيرو تعالى كده يوسف. يلا ايه ده؟ بالراحه يا يوسف، بالراحه يا يوسف، انت راجع اتحرك بالراحه. انا ماشي يا يوسف، ربنا امشي بالراحه. يا دي اتعوجت. اوف دي بقت صعبه قوي بقى، فيري كريتيكال. انا ضيعتها خالص. بالراحه يا يوسف، بالراحه يا يوسف. ما توتروش يا جماعه، ما توتروش. انا متوتره، انا متوتره. انا حطها صح يا يوسف، خلي بالك وانت بتحطها. لسه 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 ما خلصنا. لا العكس يا يوسف، العكس العكس العكس، يعني بالعرض. بالعرض كده؟ لا يا حبيبي. لا 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 يعني كده انا زي ما انت كده هنا. يلا انا مش هساعدك. بالراحه يا يوسف، انت بتحطها وبراحه وانت راجع. ماشي انا مالي. انا تعالى يا احمد. استنى يا مالك، استنى احمد. يا احمد ايه ده؟ بالراحه يا احمد، بالراحه يا احمد. انتوا بتتقسموا ايه يا احمد؟ الثقه براحه. برافو، براحه يا احمد وانت راجع. وانت راجع بص، تعالى من هنا، تعالى من هنا. برافو يا مولى. ماشي ماما، ماما بقى معلش. ماما تاني ما عشان ماما ما لعبتش اصلا. استنى. اه يا اسراء، اه يا اسراء، عايز تلعبي يا اسراء؟ العبي يا اسراء، هيبقى منظرك صعب قوي يا اسراء لو انت قوي قوي يا اسراء. ايوه يا ماما. طب شجعوا ماما. ايوه شيليها شيليها ماما شيليها. يا باشمهندس بالنسبه لايه؟ الله ثقه. الباشمهندس واثق في زوجته، عارف انها واحده بس. ايه رايك؟ ماشي يلا محمود. بالراحه يا محمود قوي، بالراحه قوي، بالراحه قوي يا محمود. محمود مش باين من البرج اصلا. ايد واحده، ايد واحده. معلش محمود، معلش. يلا ايد واحده، ايد ايد واحده. ايوه برافو، ايد واحده زي ما انت كده. برافو بالراحه يا محمود، بالراحه يا محمود. ايوه برافو. استنى فيكتوريا، ايوه برافو يا محمود. انا ليه ماسكه ايدك كده؟ برافو. ماشي بالراحه، تيكت سلو يا بالك. ايوه انا بس هو انت ليه بتلف وانتوا ليه بتطوفوا؟ تعالى من هنا، من هنا عشان بتهز. ما هو كله بيتهز. مالك مالك، بالراحه بالراحه بالراحه. معلش يا مالك انا شلتها لك. ايوه ايوه زي برافو. خلي بالك وانت بتحطها وانت راجع، الموضوع ابتدى يصعب جدا وانا ابتديت اتوتر جدا. انا عاجبني ان انتوا بتمشوا كده. يلا يا بابا. لا بابا اه انت فعلا. انا اه بالراحه يا بابا. الموضوع بقى في قمه الصعوبه، قمه الصعوبه والله. بابا شكله
بابا شكله يا ترى هيوقعها؟ استنى يا ترى يا ترى يا هل ترى هيوقعها ولا بسرعة جدا 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 هنرجع لكم تاني على طول.